بطبيعة الحال لا بد أن أقول بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعني أراد أن يحتفل ويطلق هذا الاحتفال لمدة سنة عبر مختلف التعابير الفنية والثقافية تحت شعار التعابير والحق. اليوم العالمي لحقوق الإنسان بطبيعة الحال 74 سنة بعد الإعلان العالمي كيبقى ديما لحظة تاريخية عند الرمزية ديالها، ولكن عند كذلك الأهمية ديالها، لأن ديما كتبقى حقوق الإنسان عند الراهنية ديالها. بطبيعة الحال نحن نحتفل بعدة أشكال، ندوات، لقاءات، حوارات، تشاورات، لكن كذلك منذ السنة الماضية قررنا بأن كل سنة سننظم حفلا فنيا موسيقيا مسرحيا شعريا ديال الرسم ديال التعابير، ما نسميه بتعابير الحق. تعابير الحق هي كل التعابير الممكنة التي عبرها نعبر إما عن الرأي، إما عن الفكر، إما كذلك عن بأدوات متعددة نعبر عن ثقافة، عن إحساس، عن مشاعر. بالتالي هذا اليوم هو لحظة متنوعة تجمع ما بين التراث، ما بين التراث المختلف ديال فيه الموريسكي، فيه كذلك الشعبي، كذلك الإفريقي، كذلك الأطفال موجودين، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. فإذا هذا كله أظن احتفاء بكل هذه الأشكال وبكل هذه الفئات ضمن هذه الأشكال. أولا لابد أن أشكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصفة بالرئيسة أمينة بوعياش، هذا المجلس الذي فكر في تكريم كاتبة وفكر في تكريم شاعرة وساردة، وهذا يعني أن هناك اهتمام بالكلمة الحرة وبالكلمة المستقلة، وكذلك هذا التكريم هو تكريم نوعي ونوعي في مساري الإبداعي، لأنه يأتي من المجتمع الحقوقي المغربي. فقد سبق وأن حظيت بعدة تكريمات داخل المغرب وخارج المغرب، لكن هذا له ميزته الخاصة، وهو أن الانتباه إلى الجانب الحقوقي أو الجانب الدفاع عن المرأة في كتاباتي السردية والشعرية.